هل تتخيل ان اجي اعمل رخصه السواقه في امريكا بعد ما كنت شماخر في مصر اسقط 3 مرات؟ يا نهار اسود، تعالى جوه واعرف الحكايه ايه. يا نهار اسود، تعالى جاي تشتغلي هتلاقي شغل حتى لو جاي لوحدك، وهتعملي فلوس كتيره قوي. يلا بينا، هقول لك ازاي هتعملي فلوس كتير وهتشتغلي ازاي. يلا بينا عمي، اوعى يفشلوك ويقاسوك الكلام ده، ركز في اللي انت عايزه، بص قدامك، اختار طريقك. هتعدي صاروخ، هقول لك جوه هتعمل ايه بالظبط. قعد يلم فلوس الدنيا والاخره وظلم عباد الله كلها، ما راح امشي في الاخر، نزل تحت وساب كل حاجه، والمدام بقى شافت لها حته تشوفها. هقول لك جوه، يلا بينا. يا مساء الخير، انا ناس على احلى ناس. ويا مساء انا ناس على احلى ناس، وحشتوني جدا جدا يا احلى ناس. انا بشكركم جدا على التعليقات وعلى الناس الكتير اللي سالت ان انا انزل 2 فيديو في الاسبوع. والله انا بردان وتعبان جدا، ومع ذلك النهارده طلعت اصور عشان ابعت فيديو بتاعي يوم السبت. فانا نفسي اعمل والله 2-3 فيديوهات في الاسبوع، بس برضو نظرا للشغل والوقت وان ده بيتمنتج فبياخد وقت والله كبير، فسامحوني معلش، حقكم عليا. وانا عايز اقول لكم على حاجه بالنسبه للموضوع بتاع الهجره، انا عايز اخرج شويه منكم بره موضوع الهجره. انا عامل فيديوهات عن الهجره في طبعا بلاي ليست موجوده بتاعه فيديوهات خاصه بالهجره، من اول ما ازاي هتقدم في الهجره لغايه لما تملى الاستمارات وهتقابل ازاي الكونسول، وكل ما يخص الهجره اللي عايز يرجع لها موجود عندكم في البلاي ليست بتاع القناه بتاعتي، خاصه بالهجره من الاي تو زي. مش محتاج تسال في اي حاجه، كل حاجه موجوده. لكن انا المهم بالنسبه لي انا عايز اتكلم معاكم من خلال الربع قرن اللي انا قضيته في البلد دي، خبرتي لما هتيجي، وده الاهم، لما هتيجي هتعمل ايه وهتتحرك ازاي وهتشتغل ايه وهتسكن فين وهتاكل وتشرب ازاي، وازاي هتعمل رخصة عربية، ودي اهم حاجة لازم تعملها هنا، وازاي بعد كده اول عربية هتشتريها مستعملة، خطواتك لغاية لما تاخد طريقك للنجاح. هو ده هدفي من فيديوهاتي في القناة. بشكر اللي بيقولوا لي يا رب انت المفروض قناتك توصل لمليون متابع. والله العظيم انا مكتفي بحضراتكم، انتوا بالدنيا عندي، اللي من العراق واللي من المغرب واللي من سوريا واللي من لبنان واللي من الجزائر واللي من فلسطين واللي من مصر واللي 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 ومن اليمن، ومش عايز انسى دوله والله، والاردن، ومش عايز انسى دوله عشان ما حدش يزعل، وتونس، وكل العالم اللي بيبعت لي الكومنتس بتاعتكم كلها دعاء. ده كفايه الدعوات والله اللي باخدها، لو ربنا بس السماء يبقى مفتوح ويستجيب لدعواتكم الطيبة دي، والله العظيم أنا كده أحلى ناس يعني في الدنيا. ولو أنتوا كلكم بتتفرجوا عليها دلوقتي كلكم كده ترفعوا أيديكم معايا كده وتقولوا يا رب بحق جاه لا إله إلا الله وعزته وجلاله يهتز له العرش في سماواته السبع، يحقق حلم كل واحد فيكم نفسه يجي البلد دي ويهاجر ويشتغل ويكسب ويحقق حلمه يا رب. قولوا آمين يا رب العالمين، لعل تكون باب السماء مفتوح يا أخي وربنا يستجيب للدعوة. بصراحة نفسي في كل اللي متقدمين والله العظيم يجوا. البلد فيها خير وفيها رزق طول ما انت عندك عزيمة، طول ما انت عندك إصرار، طول ما انت عايز تنجح، طول ما انت عايز توصل هتحقق ده. مش هكدب عليك وأقول لك لأ وباظت ومش باظت ولا لا 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 لا، أنا مش بتاع الكلام ده، أنا بتاع من جد وجد. بعدين الله سبحانه وتعالى انت عارف يعني كلام الله سبحانه وتعالى وجماله، ايه ده بينا الرزق يا جماعة، في ارض من اراد، ما هي امريكا دي ارض الله، ما هي بلد من بلاد الله، اي بلد هي بلد دي كلها ارضه، ما هو الكون ده ليه صاحب فوق، هو الله سبحانه وتعالى يأمر امره ما بين الكاف والنون، كن فيكون. لو الدنيا كلها اجتمعت لا مش هتاخد الفيزا هتاخدها، لو بعت صورة غلط وهو عايزك تكسب هتكسب، لو كتب حرف في اسمك غلط وانت مش متاكد انك هتكسب، كن فيكون. انت متخيل ايه بس ثقتك فيه، خلي ثقتك فيه قويه، انتهى. يا جماعه ستنا هاجر كانت في الصحراء لوحدها، احنا بنروح دلوقتي نطوف في السعوديه في التكييفات وفي الاراضي اللي الارض اللي معموله دلوقتي بالاحجار الكريمه، واحنا في عز في الحج دلوقتي، تخيل هنا كانت لوحدها في الصحراء دي لوحدها، وانت تقول لي انا ما عنديش حد في امريكا لما هاجي امريكا هعمل ايه؟ يا راجل بتقول ايه يا راجل؟ ده انت راجل بشنب وراجل. كانت معاها سيدنا اسماعيل في صحراء ضلمه وقالت يا رب. لا لا يا استاذ، لا يا استاذه، هيوفقك طول ما ثقتك فيه قويه
وطول ما حلمك ما يهتزش ولا تسمع لأي فاشل يهبط من عزيمتك، ولا اللي يقولك في ودانك لا انت عملت مش عارف ايه، لا مش لا توكل على الله. ولو ما كانش ليك نصيب في نصيب، خلي بالك للي مش هيكسبه. وبقولها لكم مفاجأة، كاس العالم 26 اللي عايز يجي حقيقي وهعمل لها فيديو، خد بالك بقى. وامريكا واخدة امر اي واحد يخش السفارة طالع المونديال بتاع 26 لازم ياخد الفيزا، مش هتقدر تفتح بقها. ساعتها بقى بتعالى بقى وقابل المصريكاني بقى، وانا جوزك هنا بقى واعمل لك ورق واظبط لك حالك، ما تشغلش بالك. اللي مش جاي دلوقتي يصبر له شويه ويجهز نفسه بقى من دلوقتي، يبدا يستعد كده ويحوش القرشينات ويظبط حاله علشان يجي في المونديال بتاع 26. واخد امر لا فيزا سياحه بقى ويرفضك وما يرفضكش، ولا فيزا دراسه ويقول لك لا، ولا علاج انت ما تطلعش، لا انا راح اشجع. واخدين امر من الفيفا، لا تحيز عنصري ولا رفض حد طالع يشجع سنة 26. ده اللي مش هيكسب في الهجرة لا قدر الله، ان شاء الله بإذن الله هتكسبه. يا رجال عايزين نتفائل بالله سبحانه وتعالى، وبإذن الله الخير جاي، الخير كله جاي، والبلد كلها خير وكلها شغل، فيش حاجة اسمها ما فيهاش شغل. اللي بيقول لي انا عندي 50 سنة، اتفرج على اللقطة اللي حبعتها لك دلوقتي حالا، وهي اللي بتقول لي ان انا كبير في السن، شوف اللقطة دي وتعالى. اتفضل حضرتك قول لي رأيك ايه بقى. بص الراجل عنده كام سنة ده؟ مش أقل من 70 سنة والله. بص ودقنه وراجل كبارة، بص ونازل يشتغل ويجتهد يحاسب الزبونة. بص والزي الرسمي بتاعه لابسه عادي، مفيش أي اضطهاد ديني، عادي جدا، موضوعهم كله مسلمة في البلد هنا، مفيش أي عنصرية واضطهاد ديني. وادي واحد تاني اتفضل ساعي بريد، تحس إن هو سفير أصلا أو قنصل. بص شكله محترم قد إيه، ونازل يشتغل برضو. بص في الجو السائع، بص بص الأدب والاحترام، بص اهو اخدت بالك. فما فيش اي مشكلة نهائيا في موضوع ممارسة عفوا الشعائر الدينية بتاعتك، تقدر تعيشها، ما فيش اي اضطهاد من اي شكل من الاشكال من البلد دي، وما فيش اي حاجة اسمها سني كام سنة. في ناس هنا 70 سنة ولازم تشتغل عشان تقدر تدفع الرنت والايجارات وحاجاتها، مفيش حد هنا بيهزر. انا قلتها من الاول، هتيجي هنا للفحت، طالما عايز تيجي هنا يبقى مش هتهزر. استاذ يوسف شاهين بتاع الافلام مات، ها كان عامل القاهره نيويورك رايح جاي، كان فيلم ومات ما كملوش، فمش هنمثل، هنشتغل يعني هنشتغل عشان تحقق حلمك. وابعد عن عصابه اعداء النجاح اللي بيستنوا لك الغلطه. 90% من الناس اللي معهمش زي الجرين كارد اللي انت جاي بيه ده عندهم حالة نفسية مش طبيعية. انا بقول 90%، في ناس محترمة في 10%، عشان ما حدش يكلمني او يلومني، انا بتكلم عن 90 في شريحة كبيرة جدا عندها عقدة نفسية ما حصلتش عليه، ودفعوا فلوس كتير قوي وجوازات بيزنس وما كملتش، والبنات ضحكوا عليهم وحالتهم حالة، فبيبقى كرهك خلقة. فحاول انك لما تسكن مع حد شوف لك حد سليم طبيعي، لان ده بيبقى محطم نفسيا، شايف ان انت جاي بجرين كارت، فعنده عقدة نفسية غير طبيعية. يا ويلك لو كان مديرك في شغلك، يا ويلك يضحك فوق لك مش طايقك، خد بالك. فخلي بالك، ولو تقدمت هنا على حد في الايام والسنين هتساعدك، ان ممكن تتقدم على واحد جيت عليه هيبقى من جواه ممكن لو ضحك فوق يعني العداوة جواه غير طبيعية. حاول تبعد عن الناس دي عشان حياتك تتقدم للامام. طيب يا مصر كاني، احنا دلوقتي عايزين الحاجات اللي ممكن يعني تخلينا نطلع لقدام على طول. اول ما توصل لازم تروح تعمل السوشيال سيكوريتي كارد بتاعك على طول، ليه مكتب هنا على طول، تروح تعمل في مكتب السوشيال وجوجل طبعا معاك على طول على مكتب السوشيال، وتنك رايح مخلص السوشيال بتاعك على طول، علشان بعد كده تبدا الاوراق واحده واحده تجيلك، وتفتح حساب بنك على طول، تفتح ان شاء الله تحط فيه دولار، واخد بالك، على طول الحاجات الأساسية. ولازم نجري ورا رخصة القيادة. وبمناسبة رخصة القيادة دي أنا هحكي لكم موقف عجب، وأنا عارف أنتوا بتحبوا الحاجات بتاعتي يعني قصص يعني والمواقف الطريفة اللي حصلت. طبعا أنا كنت فاكر نفسي شوماخر، لأن أنا كنت أصلا بسوق في مصر يعني عادي بسوق، والاحترافية جوايا. فهنا إذا كنت عايز تنجح في رخصة السواقة لازم تبقى عبيط رسمي، وإن أنت ما مسكتش دركسيون في حياتك قبل كده عشان تنجح من أول مرة، لأني أنا سقطت 3 مرات يا أحلى ناس. شوماخر سقط 3 مرات،
كنت في اسكندريه على البحر مبهدل الدنيا وغرز، وفاكر نفسي بقى لما جيت هنا دي موضوع عبيط يعني، مفيش هخلصها بصباع فاهم الصغير. 3 مرات اسقط، والاسباب عجيبه وغريبه بسبب ان انا عارف. فبالتالي ليا اصدقاء هنا ما كانوش ساقوا عجله في مصر، جه هنا عمل الامتحان من اول جلسه عدى ونجح، وانا لا. ازاي نظامهم هنا بقى لما تيجي تاخد عربيه عشان تمتحن بيها، اللي قاعد الانسبكتور بيمتحنك مع نفس البدلات اللي تحت الرجل معاك، هي هي، علشان لو شافك مجنون ولا حاجه بيدوس فرامل هو يبطلك، بيبقى هو متوتر فخايف على حياته، فعنده نفس البدلات عنده. فتحت الباب وقاعد انا مستني، ففتح الباب، انت اوكي اهلا اهلا بيك، خلص يا استاذ انا محترف، خلص عشان ننجزها بسرعه وناخد الرخصه. تعتذر، راح جاي قاعد جنبي، دورت العربيه، تمام التمام. استعنا بقى عشاء بالله، وقالوا لي بقى اول ما تدور العربيه تنزل الاشاره شمال، عشان انت هتبقى راكن فلازم تنزل الاشاره بقى، شغل الاشارات اللي احنا ما بنستخدموش حاجه في بلادنا ما بنتعاملش بيها، فنزل الاشاره شمال بقى عشان هطلع شمال بقى واطلع بالعربيه بقى، خد بالك شوف الكاميرا بتطلع معايا ازاي يمين وشمال. فعمل الاشاره شمال بقى وطالع، عملت الاشاره شمال وطلعت على العربيه، داس على الفرامل على طول، ما العربيه ما عملتش، ما اتحركش نص متر. فقلت في ايه؟ قال لي يا مام ساقط. ده بيهزر ده ولا ايه؟ كان هياكل واحده. قلت له ساقط؟ ساقط ايه يا استاذ؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ قلت له ساقط؟ ساقط ايه؟ انا سقت لسه اصلا، ده انا ما طلعتش من العربيه، ساقط. طب افهم في ايه؟ يعني تسقطني ليه؟ مش فاهم. انزل يا ابني اتكل على الله، وبعدين انا بفهمك لما تاخد الريسيت بيتكتب فيه بقى سبب السقوط. قريت بقى مكتوب ايه؟ اني انا ما بصيتش في المرايه واستنيت العربيه اللي جايه من، فرحت رجعت قلت له انت عايزني استنى العربيه اللي جايه من على بعد 70 كيلو؟ كان في عربيه جايه. قلت له ايوه شايفها بس كانت بعيده جدا، لا تستناها لما تعدي. مجانين مجانين في امتحانات السواقه هنا، حاجات ما تتخيلها، ولازم اول ما تقعد تلعب في المرايه اللي فوق دي. قال يعني انت بتظبطها؟ يطمن هو، ده انا مروحت في الحاجات انا ما كنتش بقى. ولازم هنا تاخد 4 او 6 اور كلاسز تحضرهم، ولازم يتثبت ان انت حضرت حاجات عبيطه بس لازم تعملها عشان تاخد الرخصه، لان دي حياتك لازم هتسوق هنا، محتاجها في حاجات كتير جدا. دي بالنسبه مره سقطت، اللي انا ما نزلت، اللي انا ما بصيتش في المرايه. المره الثانيه الصوت كان غريب، سقطت برضه. ايه الحكايه يا جماعه؟ انا جاي امريكا اسقط في امتحان رخصه السواقه وغرز على البحر في اسكندريه ومجرم. طب ايه النظام؟ مفيش، طلعت ودخلت، اقف ساقط اركن على جنب. في ايه يا عم؟ قال انا دخلتك شارع، شارع دخلني شارع قد كده. قال لي الشارع ده تو ويز، لا والله يعدي عربيتين رايح اتجاهين رايح جاي، فانت سقت في النص، المفروض انك تبقى مزحزح شويه على اليمين. اي نعم الجنب التاني مش هيعدي العربيه التانيه قوي، بس لازم تبقى جاي كده. طب انت دخلتني في شارع قد كده فماشي قال لك لا، انت ما شفتش في اول دخله الشارع في يافطه بتقول ان هو تو ويز، فانت المفروض تبقى مجنح على اليمين. لا يا شيخ، يبقى انا شكلي المره الجايه لو دخلت الامتحان وسقطت في حاجه يبقى هتحقتل واحد، ما هو كده مش هينفع، انا هنظر دخلني شارع قد كده وتقول لي تو ويز؟ ده النظام في السواقه يا جماعه، ده النظام في السواقه. السقطه الثالثه بقى اني دخلت وعرفت الشارع، فعطيت الاشاره في اول امتحان، طبعا، وبصيت بقى في المرايه العربيه اللي جايه بقى من على بعد، اللي هي مثلا جايه من لبنان وانا قاعد في مصر، استنيت العربيات اللي جايه لما تيجي عشان اعدي، ادي اول حاجه. ودخلت الشارع تو ويز وكنت يمين، فاهم بقى؟ مش هتوقعني، انت مش هتوقعني. جينا بقى في حاجه عندهم ستوب ساين، تقف على اولها وتعد 1 2 3، مفيش عربيات موجوده بس لازم تقف تعد في سرك 1 2 3، ولما تقف وقفه كامله بعد كده تعدي. تقريبا انا عديت 1 2 3 بسرعه، خلاني اعدي وقال لي اركن على جنب ساقط. قلت له يعني عشان عديتهم بسرعه؟ قلت له انا عدي. جيت تو سكند. المرة الرابعة كنت بقى واخد حبوب هبوط وفاهم على خالص، عملت عبيط بقى خالص وكل حاجة، وواحد اتنين تلاتة، وكل بقى البرود الأعصاب إن أنا خايف ومرايات بظبطها وببص، مبروك ناجح، هي كده، هات بقى الرخصة يلا. استلمتها من هنا بقى وغرز، ما أنتوا هتصيحوا عليا، بس لازم تعملها بالنظام اللي هم عايزينه.
انا بحب اهزر معاكم، بس انا فعلا سقطت بسبب ان انا عارف. فاذا كنت جاي عارف يبقى احسن حاجه تعمل انك مش عارف، ولازم تحضر 6 اور كلاس. انت محتاج الرخصه جدا جدا في حاجات كتير في حياتك. تمام، ماشي يا احلى ناس. كمان يا احلى ناس، انا اتكلمت في الفيديو اللي فات وقلت ان انا هتكلم عن الوظائف للستات والبنات اللي جايين individuals لوحدهم. لو كنت جايه لوحدك مفيش خوف، ما تقلقيش، انت هنا معاكي الجاليه هنا ما شاء الله ممتازه وكلها يعني متوحده سوا. فلو نزلتي وسالتي في اي مسجد في اي كنيسه ان انت عايزه تشتغلي بيبي سيتر، ودي وظيفه ممتازه جدا وبتدي بتبدا من $18 في الساعه فيما فوق طبعا، ففي ايجنسي هنا بتطلبي فيها الوظيفه دي عشان انا اقدر اشتغل بيبي سيتر يعني. فبتقعدي بطفل او بطفلين 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات فول تايم جوب لو جت فرصه يعني، فتقدري تشتغليها وتقدر تعملي منها فلوس كويسه جدا وتقفي على ارض صلبه يعني، وشغلانه محترمه وكويسه جدا. كمان انا بنصح وجهه نظري يا جماعه الرجاله، لو جاي معاك اسرتك وزوجتك مش عيب ان هي تساعدك، انت محتاجها ان هي تساعدك فعلا، لان الحياه هنا مش سهله، الايجار غالي، المصاريف غاليه، كل حاجه هنا غاليه، فمحتاج ان يبقى في هند تانية بتساعدك. وبعدين الزوجه الصالحه الكويسه مش عيب ان هي تيجي تساعد زوجها في رحله الكفاح اللي هيبداوها هنا علشان خاطر اولادهم وحياه افضل، ده شيء مش عيب. فطبعا لو اشتغلت هي وظيفه زي دي محترمه جدا، وطبعا امان، تقعد بطفل او بطفلين، تاخد مرتب كويس، فتقدر تساعد في مصاريف الحياه وانتوا الاثنين بتساعدوا بعض. كمان لو الايجنسي انا قلت لكم هنا ان انتوا بتقدموا فيها، بتلاقوا اي مسجد اي كنيسه بتساعدك وبتعرفك او بتعرفك الطريق ده سواء لوحدك او مع زوجك واسرتك. اللي عايز اقوله تاني ان مفيش حد يخاف بالنسبه للستات او البنات ان انا جايه لوحدي يا ترى هعيش يا ترى، لا 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 بالعكس، في ستات هنا مستقله جدا وعايشه لوحدها ومأجره اوضه لوحدها، وممكن اللي في مطلقات كمان بيبقى عايزه بنات جايه جديده تسكن معاها وتقعد تعيش معاها وتساعدها في الايجار. الحياه سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي خوف، اول شهر بس يعدي معاكي، بعد كده هتلاقي نفسك فريره في البلد لوحدك، عارفه كل حاجه واكنك فيها بقالك مثلا 10 سنين. أمريكا ما تخوفش يا جماعة، مفيش حد يخاف من أي حاجة، هتعملوا فلوس وهتنبسطوا وهتاخدوا عليها بسرعة جدا لأن هي بلد حبوبة جدا. أنا عن نفسي جربت ولايات تانية، يعني أنا رحت تينيسي مثلا أول ما جيت، يعني قعدت في نيويورك أسبوعين وبعد كده رحت تينيسي. تينيسي أنا مرتحتش فيها، ولاية كله بينام من الساعة 7 وحسيت بموت، يعني حياة كئيبة، في ناس ما بترتاحش في الولايات دي، أنا مرتحتش فيها. جربت ولايات تانية، جربت بنسلفانيا، جربت فيلادلفيا، جربت فيرجينيا، جربت نورث كارولاينا، جربت ولايات كتيره جدا ما ارتحتش فيهم لاني جيت على نيويورك. ويا جماعه انا بنبه، اللي هيجي على نيويورك وقعد فيها شويه مفيش اي ولايه هتعجبك ومفيش اي ولايه هتريحك، لان نيويورك انت جاي مصر، انت جاي اسكندريه، انت جاي في الدوشه، انت جاي في اللي انت كنت بتشوفه في التلفزيون زمان، في كل هي كل حاجه، هي الحياه، هي الفلوس، هي الحركه، غاليه جدا. انا ارشحها لاي شاب جاي لوحده، هتقدر تتحرك وتسيب شغل تروح لشغله، ما تخافش مش هتقعد من الشغل من شغلانه لشغلانه لشغلانه لشغلانه، هتتنقل كتير جدا فيها. ودي يعني نصيحتي لكل اخواتي وكل متابعين المصري كاني. هقول بقى حاجة مهمة تانية أهم من كل ده بقى، مهمة جدا انتوا كلكم عايزين تسمعوها. لو جيتوا معاكوا اولادكم حاولوا على قد ما تقدروا تحافظوا على روابطكم
العربية القديمة اللي معاكم كانت في بلدكم، لأن لو فلت منكم العيار هنا في الأولاد بالذات يلا السلامة، مش هتعرفوا تعملوا عليهم كنترول تاني نهائي نهائي، العيال هتبوظ هنا. لأن لو مفيش رقابة منكم من دي وان وانتم معاهم هنا، العيال هتمشي مع المدارس ومع اللي موجودين هنا والاستغلال، سواء شباب وبنات، والبنات بتبوظ قبل الولاد على فكرة. عينك معاه، ما تنجرفش ورا الشغل والفلوس، انت ومراتك جري ورا عايزين اهدى اهدى، هتعملها هتعملها، الفلوس هتتعمل، فاهدى كده شوية واشتغل واصرف وابسط عيالك وابسط اسرتك مع بعضيكم، خد لك يومين اجازه، انما ضرب 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 شغل 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 شغل، هتطلع عيال بايظه، هيقضوا وقتهم في المدرسه ومع اصحابهم، والعيال هنا مش بتوعنا، مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا اللي موجودين هنا. ومش عايز افتح في الفيديو، هقول في فيديوهات تانية ايه اللي بيحصل بعد كده. مش عايز احكي قصص لأبهات وأمهات مصريات وعربيات، أتكلم عن المصريات يعني، واللي طلب له البوليس واللي رفع مسدس لأبوه. والله العظيم يا جماعة أنا بهزر، أنا مش عايز بس أقول حاجات صعبة، بس أنا بقول حلها بشكل سهل. ركز، ما تديش مصروع على الفلوس إن أنت تعوض اللي أنت خسرته. هتعملها هتعملها، بس أعملها بالعقل وفي حضن ولادي، في حضن مراتي، في حضن عيالي، واحدة واحدة. اشتغل 5 أيام وريح معهم أسبوعين، أراقبهم، أسألهم عايزين إيه، أخرج معاهم. إنما كله هنا بيجري 7 أيام وقاعد طول الوقت في الشارع، وكمان في ستات بتشتغل على طول. طب العيال أخبارهم إيه؟ ما يعرفوش عنهم حاجة. بعد كده الولد لسانه اتعوج ونسى العربي وهرهر البنطلون وبين لك البكسر، وبدأ يعمل زي اللي مش عارف ايه هنا، ومش عايز برضه اسمي مسميات، ويو ومش يو، وهيعوج لك بقه. والام طبعا والاب هنا يس ونو، وفرحانين بقى باللغتين الانجليزي الجداد اللي هم فرحانين بيهم، كلمتين سيتويشن والحاجه اللي انتوا هرشينهم دول. انا مش عايز الكلام ده طبعا يحصل معاكم، لان بعلمكم ما تبقاش يس ونو بقى في بقك، وفي البيت بقى يس او كما أو. لا 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 لا، خليك بالعربي معاهم في البيت عشان تسيب غريزة الدين والعادات والتقاليد بتاعتنا يكبروا عليها. سبتوا حد معاهم جامع أو كنيسة تروحوا مع بعض، صلوا الجمعة مع بعض سوا، اهتم بالحاجات دي. نصيحة أخ بحبكم كلكم جدا، مش عايز أقول لكم اللي حصل مع ناس تانية، هتعرفوها في الفيديوهات التانية. مساك لأبوه المسدس، والله العظيم 3، وأبوه عارف، وحاجات تانية لبنات، حاجات تحزن بسبب الصرع على المال. فلوس هنعملها هنعملها، بس نعملها عشان ربنا هيسألنا، ما هو هينقطع عمل ابن آدم إلا من 3، ها عارفينهم طبعا، علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. هتخسر كل ده عشان جيت أمريكا وتنسى الولد الصالح اللي يدعي لك؟ ده انت هتنزل وتروح مش هتلاقي حاجة. وبالمناسبة دي بسرعة كده هقول لكم قصة حصلت هنا محزنة، بس نصيحة ليكم إن شاء الله هتفيدكم. بص يا سيدي، وحد الله محمد رسول الله، جاء أب هنا اللي ما اتعملش. وهو بيعمل كل ده فاته القطر شوية في الجواز، نزل في احد الفترات جوز واحدة من البلد بتاعته، كانت صغنونة شوية يعني، وجاب عياله وكملت الحياة، ومفجوع على الفلوس وظلم وفترة على العباد، وا 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 وا. ويتبلى على دي ويتبلى على ده، ويضرب نفسه ويجيب بوليس وعمله، وكان حاجة صعبة جدا.
أقسم بعز وجلال الله هذا حصل. وبعدين وافته المنية، كبر بقى ومات. في الفترة دي كلها كان حارمهم من كل حاجة وأي حاجة، الهدمة الحلوة، اللقمة الطيبة، الحياة الكويسة، محرومين، معدومين، معاه فلوس بس محرومين. توفى بعد كده عرفوا الفلوس اللي كان سايبها. الست اتعرفت على واحد اسباني كان شغال عنده، اسباني شاب، لف عليها الولد واكل بعقلها حلاوة، واخد منها الجمل بما حمل، اخد الفلوس كاملة بس تدريجيا، والعيال دخلت في وباظوا ومش عارفين ياخدوا حاجة، امهم بقت ماشية مع واحد. ما هي بقى عوضت السنين بقى، كانت محرومة من كل حاجة، التاني بقى ضحك عليها اسباني بقى وسفرها هنا على حسابها كله، وسفرها هنا وجاب لها عربية وعمل وكل حاجة باسمه، اخد كل حاجة والله العظيم بقى يدوروا لهم ويجمعوا لهم فلوس عشان الست تنزل مصر. كل حاجة راحت منها، حتى العيال ما تعرفش هم فين ووصلوا لإيه، بقوا أمريكان ومش معايا ومش عارفة حلوا معاك. والله العظيم هذا ما حصل. استفاد إيه لما نزل التراب؟ اللي ظلم عباد الله هنا وعاش حياته قافل على نفسه الفلوس ومش بمتع أهل بيته، راح والفلوس اللي عملها أخدها واحد تاني. خد بالك يا صاحبي، خد بالك يا صديقي العزيز، اوعى تجري ورا الفلوس في البلد دي، خليها تجري وراك، اعملها بهدوء وبعقل، ومتع كل اللي حواليك، انبسط بيها، اعملها وانبسط بيها. لو بتعمل 10 شيل 3 واصرف 7، انبسط. في ناس هنا هتشوفها شكلها معهاش حاجة لكن أرصدتها في البنوك أعلى منك بكتير، لكن تشوفها تحس ان هي بتشحت، وانت ممكن تكون معكش زيهم لكن الناس تشوفك تحسبك انت معديهم بمراحل وانت اغلب من الغلب، بس انت منزه نفسك، بس انت باسط نفسك، بتركب اللي انت عايزه، بتاكل اللي انت عايزه، بتلبس اللي انت عايزه. اهم حاجة تبقى عامل معادلة ما بين دي وما بين دي. حبايب قلب المصري كاني، بموت فيكم جدا جدا وبحبكم قوي، من قلبي بنصحكم ومن قلبي عايزكم تبقوا احسن الناس. اللي انا بقوله ده زي ما قلت لحضراتكم بيبخلوا جدا يقولوه وبيكسفوا يقولوه، هيقولوا ليه؟ بس انا بعرفك عشان ما تتخدعش لما تيجي، عشان تبقى عارف وتاخد بالك من نفسك. عندكم الفيديوهات يا جماعة كاملة متكاملة عن الهجرة، اتكلمنا فيها في البلاي ليست بتاعت الهجرة العشوائية. انا دلوقتي بتكلم عن الحياة في امريكا، تعمل ايه وتتصرف ازاي، وهعمل بلاي ليست عن حياتي انا الخاصة في امريكا ومشواري وقصتي. فاذا كنا عجبكم المحتوى والحوار ارجوكم قولوا لي في الكومنتس، واهم حاجة لايكات وتعليقات، نعمل شير للي عايز يعرف، للي عايز يتعلم، للي عايز يكسب خبرة عن البلد دي. بشكركم قوي 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 لمتابعتكم المستمرة ليا، وبشكركم انك بتسألوني عايزين فيديو واتنين. والله ان شاء الله اخف باذن الله وهكتر في فيديوهات، وهعمل طبعا الفلوجز اللي انتوا عايزينها طبعا، ان احنا نمشي ونصور برا والحاجات الجميلة دي كلها. بشكركم. وقبل ما هنقفل نقول ايه؟ لا مش يا مساء الناس، دي طبيعي هنقولها يا مساء الناس، لكن هنقول ايه؟ نثق في الله سبحانه وتعالى، ما تسمعش لحد ابدا يهدم معزيمك ويهدك، هتنجح وهيتفرجوا عليك وانت ناجح، وحاولوا يقنعوا نفسهم ان انت مش ناجح بس هم عارفين انك ناجح، فلازم تنجح بتوفيق من الله وثقتك في نفسك ورضا اهلك عليك، اهم حاجه.
ويا مساء الأناناس على أحلى ناس.